بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. باستشهاد سيدنا ومولانا وعلمنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ثلاثة أمور تكشف على أن قلبك سليم ومستعد أتم الاستعداد لخدمة سيد الشهداء في شهر محرم الحرام كما يحب الله ويحب رسوله وأهل البيت عليهم السلام. ثلاثة أمور تدل على أنك على أن قلبك سليم وأنك من أصحاب القلوب السليمة. ما هي الأمور الثلاثة؟ رجاء استمعي. كما يقول آية الله السيد أحمد الكربلائي: الأمر الأول هو تفاعلك وتأثرك عندما يذكر الله عز وجل. يعني في شهر محرم الحرام عندما يذكر الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في أوقات الصلاة، فإذا ما تفاعل قلبك مع أوقات الصلاة وصليت في وقتها، وكذلك تقوم بالتعقيبات بذكر الله بالتسبيح إلى غير ذلك، فاعلم بأن قلبك ماذا؟ سليم. الآن يعتبر ثلث قلبك سليم. الأمر الثاني في عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، فإن نزلت دمعتك وأحرقت خدك من حرارتها ولوعتها، فاعلم أنك على جادة الخير وإن قلبك سليم. وبحمد الله عز وجل أصبحت هذه من البديهيات عند أتباع أهل البيت عليهم السلام في شهر محرم، والأمر لا يحتاج إلى إطالة. فإذا الآن ثلثي قلبك سليم. الأمر الثالث والأخير هو تأثرك عند ذكر صاحب الزمان سلام الله عليه، فعندما يمر ذكره على مسمعيك تقوم وتقف وتسلم عليه وتدعو له بالفرج، وخصوصا في أيام شهر محرم الحرام. فهذه الأمور الثلاثة كما يقول آية الله السيد أحمد الكربلائي كاشفة على أن قلبك سليم وأنك مستعد على خدمة سيد الشهداء في شهر محرم وصفر بأتم الاستعداد. فلذلك راجع نفسك، هل هذه الأمور الثلاثة موجودة؟ فإذا وجدت فاعلم بأنك من أهل القلوب السليمة التي سيوفقها الله أحسن التوفيق، وسيوفقها رسول الله وأهل البيت أحسن التوفيق في خدمة سيد الشهداء، وتعتبر هذه الخدمة كاملة لسيد الشهداء في شهر محرم الحرام. برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.